هل علم الفراسة خير ولا شر؟ الفراسة مثلها مثل بقية العلوم، سلاح ذو حدين، لأن الفراسة ما هي مثل بقية العلوم. الفراسة من النظرة الأولى تكشف الذي أمامك برحمة الله وفضل الله، كشف غريب وعنيف، طريقة تفكيره، نفسيته، دقائق تفاصيل شخصيته. أيضا صاحب الفراسة رح يكون عنده قوة في الخطابة، في الكلام والإقناع والدخول إلى عقل وقلب الشخص اللي قدامه وكيف يؤثر فيه. فإذا أخذ ذلك إنسان إيجابي استثمرها في الدعوة، في الإصلاح بين الناس، في الخير. أما إذا كان أخذها إنسان مغرض وكان سلبي، فيكون همه هذا السلبي أو المغرض فضيحة اللي قدامه والتشهير بالعورات، أيضا التكبر والتعالي بأنه لديه ما ليس لدى الناس الباقين. لذلك نردد في الفراسة الحديثة التي أسسها المؤسس العالمي لعلم الفراسة الحديثة دكتور عصام السلوادي المظلة الفكرية، بل هي مبنية على الشريعة الإسلامية، لأن بدون المظلة الفكرية، بدون الدين، لن يكون أي علم ذا قيمة حتى ولو كان علم شرعي. وكما يقال إنما العلم الخشية، خشية الله قبل كل شيء. فالفراسة سلاح ذو حدين. تابع قناتنا على اليوتيوب وتواصل معنا عبر سناب شات، انستغرام، واتساب.